ومن لم تكن أوطانه مفخرًا له فليس في موطن المجد مفخر، ومن كان في أوطانه حاميًا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخص وأحقر. إن الجيش الوطني الشعبي درع الوطن وحصنه المنيع، يلعب دورًا أساسيًا وهامًا في حماية السيادة الوطنية وتأمين حدود البلاد. إن مهمة هذا الجيش تتجاوز مجرد الدفاع عن الأرض، بل هو رمز للسيادة والإسلام.